الإسلام هو كبرى حركات الخير والسلام في العالم. كل ما في الإسلام من شهر رمضان والعيدين وجميع أوامره يزرع التضامن بين الناس. لا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بالعيش من أجل نفسه فقط. فالتكافل الاجتماعي ومد يد العون للمحتاجين من أولى مبادئ دين الإسلام الحنيف. ربما أفضل مكان لرؤية كل ذلك هي الدول التي يعيش فيها المسلمون مع جيرانهم من الأديان الأخرى، وخير مثال عن هذه الدول روسيا. يعيش المسلمون جنباً إلى جنب مع أتباع الأديان الأخرى في روسيا الدولة المترامية الأطراف. كلية موسكو الإسلامية مؤسسة قوية في روسيا تتبنى شعار الإسلام المتمثل في التضامن والعمل الصالح، إلى جانب التعليم النظري يتم العمل على تطبيق هذا الشعار باعتباره تعليماً عملياً، فتقدم العلوم الإسلامية الأساسية للطلاب وينتشر الوعي المجتمعي في أرجاء البلاد. المعونات التي يتم إعدادها قد تكون بالنسبة لبعضهم مجرد علب صغيرة لا قيمة لها، وقد تكون أملاً كبيراً في عيون المحتاجين والمساكين للتغلب على صعوبات الحياة. موسكو مدينة كبيرة يصل عدد سكانها إلى 12 مليون نسمة. أكياس المعونات التي تم تجهيزها توزع على جميع أرجاء المدينة تماماً كنجم البحر الذي في المحيط. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا بالانشغال بالأمور المفيدة في أوقات فراغنا، واليوم يقضي المتطوعون والشباب أوقاتهم في الدراسة والعمل، وفي أوقات فراغهم يأتون إلينا ويساعدوننا، والحمد لله يأتون دائماً للمساعدة في تنظيم البرامج التي نقوم بها. لدى توزيع المعونات لا يتم النظر إلى الدين أو العرق، إنه مثال عن التسامح الكبير النابع من محبة المخلوقات من أجل الخالق. هذا العقيد المتقاعد هو أحد الأشخاص الذين يساعدون في كلية الشريعة بشكل منتظم. خلال خدمته العسكرية في الجيش عمل مع الجنود المسلمين، وفي أواخر مراحل حياته لم يعد يتذكره سوى هؤلاء الأشخاص. هذا يعني أن كلية موسكو الإسلامية تواظب على حركة الخير هذه دون أن تميز بين مسلم ومسيحي. الإسلام في روسيا يطرح أولاً فكرة وجود أمة كبيرة تضم 20 مليون مسلم. هذا ثراء كبير، فالإسلام أينما كان يتطور ويكبر ولا يموت أبداً. الإسلام بني على التعاون لتطوير المجتمع، وبالتالي يعتبر أقوى نظام إيماني من حيث جوانبه الاجتماعية. هذا الجانب الاجتماعي للإسلام لا يدعم بالمساعدات فقط، بل بالتعليم والتدريب أيضا. وهذا ما يقوم به المركز التعليمي التدريبي الموجود في قازان عاصمة تتارستان. ألفية جاميلوفا تعمل على نقل حرفتها للأجيال القادمة في ورشة صناعة منتجات الجلود التي تعود لأصول تركية.
جاميلوفا مدربة تمارس فنون المنتجات الجلدية، حيث تقوم بصنع المنتجات الجلدية التي تحمل آثاراً من حكم أجدادها، فتعكس على الجلود التجارب المتبقية من جهاد أجدادها مع الطبيعة في ربوع آسيا، ومع الكائنات الحية التي كانت تعيش فيها ومع أنفسهم. فن صناعة المنتجات الجلدية وفن الفسيفساء يعتبران من الفنون التي كان الأتراك يمارسونها قديماً، وبالتالي هذه المنقوشات تعبر عن ثقافة القبائل الرحل، كما أن هذه الموتيفات والزخارف انعكست على الثقافة الإسلامية. في هذه الأعمال نرى جوانب مشتركة للثقافتين معاً، الثقافة الإسلامية القديمة والحديثة. كفاح المرأة المسلمة والممزوج بثقافتها وعقيدتها سينتقل في هذه المدينة الإسلامية من جيل إلى جيل آخر على مدار آلاف السنين. الزخارف المنقوشة على الجلد تخلد تاريخ مسلمي روسيا المتأصل والممتد من الماضي إلى المستقبل. بألوانها وزركشتها وأعمالها تبدي الثقافة الإسلامية انتشاراً بارزاً في روسيا، وأبرز انعكاس لهذه التفاعلية التي دامت لمئات السنين في قازان عاصمة جمهورية تتارستان هو مسجد إيجم. هذا الصرح المعماري المنقطع النظير واحد من المساجد النادرة التي بقيت حاضرة من الماضي. يحمل آثار الفن الأصيل الذي وصل إلى روسيا بألوانه وزخارفه ومنقوشاته، بمحرابه وجدرانه التي تتحول إلى عمل فني آخر، مع كل شعاع ضوئي يتسرب من النوافذ الملونة يمثل فن شمس الإسلام الساطعة في آسيا. تتارستان في نظر الشعوب الآسيوية نجمة ساطعة، في حين يراها مسلمو روسيا بوابة أوروبا. عندما تلقي نظرة إلى شجرة عائلة أي شخص روسي تجد على الأقل تتارياً واحداً، وهذا الحال يشرح الكثير، فالإسلام وروسيا في نظر الكثير من المواطنين الروس مفهومان متلازمان لا يفترقان. وصل الإسلام إلى روسيا منذ غابر الزمان وجاء إليها بمكتسبات كثيرة. الشعب التتاري لم يكن مستقلاً ولم يكن يعيش في مجتمع مسلم، إلا أنه حافظ على ثقافته ونمط حياته ودينه، وهذا كله بسبب الإسلام. هذا الثراء يؤثر على الشعب التتري بشكل إيجابي، ناهيك أنه لا يؤثر على المسلمين وحسب، بل يؤثر أيضاً على من يعتنقون الأرثوذكسية، وذلك بسبب التباين الكبير بين المسيحية والإسلام على الصعيد المجتمعي. فالتباين الكبير واضح للعيان بين الروس الأرثوذكس والمسلمين الأتراك، لا سيما بالنسبة لنمط الحياة. ثقافة الترفيه وعلاقة الرجال بالنساء وطريقة اللباس من أبرز صور هذا التباين. لقد اتفقنا مع المسيحيين على عدم الخوض في الحديث عن أيديولوجياتنا، كل لديه دينه وعقيدته، لذلك تجدنا لا نتحدث إلا عن المواضيع المشتركة
ولا نتحدث عن الأفكار التي قد تضر بعلاقاتنا. من الصعب جداً متابعة العوامل الاستراتيجية في روسيا. يجب الحفاظ على وحدة الناس من مختلف الأديان والأعراق، وهذه بالطبع مشكلة كبيرة لدرجة أنه يمكنك أن تواجهها كل حين. وفي هذا المجال عاشت إيلينا التي أسلمت لاحقاً الفارق الأكبر، فالانتقال إلى دين آخر في دولة مثل روسيا حيث تضطر شرائح المجتمع المختلفة للعيش معاً، يعني الانتقال إلى نمط حياة مختلف وطريقة لباس مختلفة. لقد غيرت شكل الألبسة التي أرتديها، فلم أعد أرتدي الألبسة المكشوفة كما في الماضي. بالتأكيد أنا ألبس ملابس أنيقة حتى وإن كنت محجبة، فمعرفة المرأة أن لديها جمالها الخاص بها هي في الحقيقة سعادة ما بعدها سعادة، أي أن معرفة قيمة هذا الجمال وإخفائه سعادة كبيرة. باعتناقها الإسلام غيرت إيلينا نمط حياتها تغييراً جذرياً، فأصبحت اليوم تتصرف كما يجب أن تتصرف المرأة المسلمة وتلبس كما يجب أن تلبس المرأة المسلمة، غير أن الالتقاء بأشخاص من دين آخر أو من قومية أخرى في مدينة قازان مسؤولية مختلفة في نظر إيلينا، ويتجلى ذلك قبل كل شيء في اللباس الإسلامي الذي تنظر إليه المجموعات الأخرى من باب الاتهامات والأحكام المسبقة. الشخص المتدين يجب أن يكون متديناً في كل أعماله. أشعر بالسعادة حين أرى الرجال والنساء والطلاب متمسكين بالدين، حتى أن هناك صغيرات يضعن الخمار، حين أراهن أفرح لأن ذلك تصرف سليم يشير إلى الالتزام. اللباس الإسلامي في روسيا تحديداً يتطلب مسؤولية، وسبب ذلك يعود إلى تنوع الأديان والقوميات، فتتضاعف المسؤولية وقد تتعرض أحياناً للانتقاد، وهذا أمر طبيعي. الحياة بالنسبة لمسلمي روسيا تغيرت كلياً في العام الذي ولدت فيه إيلينا، فقبل 25 عاماً كانت الانتقادات التي تحدثت عنها إيلينا أكبر بكثير وكانت تأتي من قبل النظام الجائر. في عهد الاتحاد السوفيتي غيروا الدين ومنعوا الناس من اعتناق أي دين من الأديان. مارست الشيوعية قمعاً كبيراً لبناء جيل في لباس متشابه ومنقطع عن سلالته الأصلية. اعتمدت الشيوعية في سياساتها على قطع علاقة المجتمع بالماضي والدين. أنا لا أتحدث عن أحداث قرأتها من الكتب، فأنا كبرت في قلب تلك الأحداث والإلحاد. أنا من الناس الذين رأوا اجتثاث الإيمان من صدر الإنسان ونبذه بعيداً. هذه الحقيقة حقيقة مؤلمة. لقد حاولوا تجريدنا من أنفس الأشياء التي يملكها الإنسان، ألا وهي العادات وميراث الأجداد. وضعوا معتقدات الجميع جانباً وأرادوا لنا أن ننساها، لكن بعض القيم المعنوية لا يمكن لأحد أن يقتلعها من صدر الإنسان. يمكن للإنسان أن ينسى لغته وينسى الكثير من الأشياء، ولكن الظلم الذي مورس علينا بأخذ ما تبقى لنا من ميراث الأجداد ظلم كبير لا يمكن نسيانه بأي شكل من الأشكال. إمام هذا المسجد التاريخي في شارع التتار في موسكو كان من بين الذين وقعوا تحت غضب نظام الحكم،
فالأعمال التي قام بها من قبيل ترجمة القرآن إلى اللغة التتارية أثارت غضب النظام السوفيتي الذي وضع حداً لحياته وحياة عائلته. في المدرسة كانوا يقولون لي ابنة عدو الدولة. كبرت وأنا أحمل هذا اللقب بعد أن لقبوا أبي بعدو الدولة. كان يعمل طوال الوقت بالترجمة، أما في الليل فقد كان يترجم القرآن إلى التتارية، وبعدها أخذوا أبي. جدة إليسيار، والتي هي بعمر 96، لم تنسى الليلة التي أخذوا فيها ولدها عبد الله شمس دينوفا مع أعماله المترجمة. بعد ذلك زوجته ماهرة وصلت لنفس النهاية، واختفى أثرها واستحال سماع أخبارها هي الأخرى. قالوا لها ارتدي ثيابك، سنذهب إلى المحكمة وستعودين غدا. لقد كذبوا على أمي. بحثت عنها مع أختي لسنتين وفي كل السجون، ولكن دون جدوى. بعد سنتين أرسل النظام السوفيتي رسالة لابنتيها لمقابلة والدتهما، لكنهما لم تعلما أن هذه الرحلة التي خرجتا إليها بفرح كبير ستكون نظرة الوداع. في تلك الأيام اشترينا كل شيء يمكن أن تحتاجه والدتي في السجن، حتى أننا اشترينا احتياجات الخريف من أجلها. ذهبنا والتقينا بها في السجن. بقينا 12 ساعة بجانب أمي، ثم قالوا لنا عليكم الذهاب الآن. ذلك اليوم كان آخر يوم يرونها فيه. بعد أن غادرت ابنتاها أرسل نظام الحكم والدتهما إلى الموت. هذه الحياة التي بدأت في شارع التتاري المسلم في موسكو انتهت تحت ظلم الشيوعية في مكان غير معروف. من تلك العائلة التي عاشت على الإيمان والتي افتدت بكل ما لديها من أجل ذلك الإيمان، لم يبقى سوى إليسيار شمس دينوفا وذكرياتها الحلوة والمرة، وعائلتها التي تنظر إليها بحسرة، والعمر الطويل الذي مر في ظلال الجامع التاريخي. قبل مجيء نظام الحكم الشيوعي، كانت أنظمة الحكم في موسكو تستهدف أيضاً المساجد والمؤمنين. في عام 1552 وأثناء احتلال الجيش الروسي مدينة قازان، استشهد المفكر الكبير قول شريف وطلابه. أما المسجد الذي بني باسمه فقاموا بتدميره وبناء كنيسة في المكان نفسه. حين قام شعبنا بحماية ثقافته ودينه، حافظ أيضاً على الروايات حول المساجد، فحافظوا على تاريخ مسجد قول شريف وقيم كبار علماء الدين. تمت إزالة آثار هذه الإبادة الثقافية رغم مرور مئات السنين.
فتم بناء مسجد جديد مكان المسجد الذي هدم قبل 500 عام. مسجد قول شريف يرمز لولادة الإسلام والدولة في تاتارستان. في الماضي لم يكن أحد يتخيل وجود جامع بثماني مآذن في وسط كريملين قازان وتلاوة القرآن وإقبال الناس للصلاة فيه. من يسمع اليوم أذان المسجد يجري من أجل الصلاة فيه، حتى الذين لا يصلون عند سماعهم الأذان تتكون بداخلهم رغبة في دخول المسجد فينجذبون نحوه. قبة المسجد بلونها الفيروزي الأخاذ والمآذن التي تشمخ كالأقلام لتطال السحاب تجعل سماء قازان تتلون بالألوان، تارة بلون النقاء وتارة بلون الأتراك وتارة بأنوار تنير سماء قازان. الأذان الذي سمعته آنذاك في الحقيقة كان مختلفاً جداً، كان يشعر بالسعادة وله صوت ينير كل شيء. شعرت بتلك اللحظة كأنها دعوة من أجدادي القدماء، دعوة إلى الإسلام بكل شغف ونقاء داخلي ينير القلوب. البعيد عن الإسلام اليوم والذي لا يعرف الإسلام عند قدومه إلى المسجد والتعرف عليه عن قرب ورؤية محاسنه وتعلمه للمعلومات الحقيقية عن الإسلام ستتغير كل معتقداته بشكل إيجابي، وبهذا الجانب يجعل مسجد قول شريف الناس يكتسبون أفكاراً إيجابية عن دين الإسلام ويجعلنا نفتخر بإسلامنا. حكاية بناء هذا المسجد الجميل حكاية ملونة كما ألوان المسجد نفسه. تعديل الكنيسة وبناء المسجد مكانها وحد الأديان في بناء واحد. وبهذه المناسبة أريد أن أشكر إخواننا المعماريين من تركيا. بمصلاه الذي يتسع لستة آلاف شخص، قول شريف هو أحد أكبر مساجد أوروبا. المسجد الذي تولت الشركات التركية بناءه مكون من رمزين، رمز بسم الله والذي يختصر معنى بناء المسجد وكمالياته الرائعة، والرمز الفني الآخر لهذا الصرح التذكاري التاريخي فهو الزنبق الذي يجسد ولادة الإسلام من جديد، أي كما هي ولادة تاتارستان من جديد بعد مئات السنين من القمع وظهورها بشكلها الإسلامي القوي. هم مسلمو روسيا اليوم يقرعون ناقوس بدء مرحلة إزالة آثار الماضي السيئة وإنشاء ما يليق بالإسلام الحنيف عن طريق الصبر والتوكل.